عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف نستطيع أن نذكر الله بصفاء وماذا نفعل عند الشهود؟ هذا بحثكم اليوم. بحثكم ما بدو درس اليوم. وقت بتذكر الله شهود، وقت بتذكر الله خلصت المسألة. بس تشعر بحالك شردت. رقم الصحيفة 141، اذكر الله. بس تذكر الله بروح الشرود. شيخي فهم علينا، نحن عم نشرد أثناء ذكر الله. إيه لا تأخذون. هل الشرود أمر طبيعي أو أمر غير طبيعي؟ شو رأيكم؟ طالما وعد لأغوينهم أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. إذا كنت من المخلصين الشرود بيهرب منك. وإذا عملك ما في إخلاص الشرود يركبك مثل ما بتركب البسكليت. ذكر الله ليس ذكر الله المقصود هو لفظ الله الله، لا. ده كان شو ذكر الله؟ قال ذكر الله أن تفنى ويفنى فيك الوجود لتشعر بعظمة صاحب الوجود. ممكن واحد ما زال المسبح الله 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 صار من الذاكرين الله، بعض أهل التصوف يقول الذكر صورته أن تقول الله 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 الله، وحقيقته
أن يذوب الوجود في نظرك ولا يبقى إلا الله. هيك قالوا أهل التصوف، كلام صح. إذا لم تفنى في الوجود لا يمكن أن تصل إلى صاحب الوجود. لم يبقى لك في هذا الوجود أي وجود، فكيف تذكر الله وأنت موجود؟ أنا بعمل، أنا بساوي، أنا فصرت أنت إبليس ملك حتت على حالك بتقول أنا بدي أذكر الله. أنا أحكي لكم عن حالي، أنا إلى الآن قادر أمسك كاسة المي حط على تميمة فاضية، ما بعد لا ما بعد بعدين يا حدا ممكن بيستعملها. أنا بساويها لكن ممكن كل الساعات، والله ساعات نقطة المي يصعب علي بلعها. بعترف بالعجز الكلي، تقوم تملع معي كاسة المي. فبدك مجرد ما غمضت عيون راسك قلت الله 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 الله، انفتح الطريق ودخلت الأنوار إلى قلبك صرت من الذاكرين. لا لا تغلط، أعطيكم تعريف عن ذكر الله، لكن لا تجدوه في الكتب إذا حطيت إصبعك على الحديد وحركت أمام ويسار، الحديد بيأكل أصبعتك لما أصبعتك تأكل الحديد. الحديد بيأكل الأصبع؟ لا، أصبعتك بتأكل الحديد. اصبعتك على الحجر، الاصبع بتاكل الحجر ولا الحجر بياكل الاصبع؟ ما بيستدعوا. هاي الحجر الاسعد كم كان حجمه وكم ذاب منه بلحمه الاصابع. نقطة الماء أقوى أو الحجر؟ مرة بالشتاء رحت على بلودان، لقيت عمود بالحيط أبيض شفاف
في على الأسطوح مزراب، تنزل المي مية المطر من المزراب على الأرض. المي حفرة مجرى لحالها عشان تنزل منه. كسرت من فوق لتحت عمود مي مجمدة، كسرت جاب لقيت الحيط منحوت وعبين معه. ما من سدك بياع الحلو بيستعمل البشئي، محل اصبعته بتعلم بالبشئي. اللحام بيستعمل سكين، محل اصبعته بيعلم السكين. عند بابه بتلاقي علامه صارت عم تلمع وناعمه، واذا قستها بمقياس دقيق بتلاقي صار جوره من الباهن. انو اقوى، ايدك ولا السكين؟ الحديق البولاد ايدك اقوى. الشيخ بتحكي لنا قصص انت بتضوعنا. شو علاقه الاصبع والحديد بذكر الله؟ عم تطلعنا عن الموضوع. معكم حق، اذا طالعتكم عن الموضوع انا غلطان بعتذر. لكن مين منكم علمت المسبحة بأصابيعه هو يذكر الله؟ مين منكم الحبات صاروا يلمعوا حبات الخشب من ايده هن عم يفتوا على اصبعته؟ والله ما وصلنا لهون. لكان بس بدكم تتبجحوا انه نحن عم نذكر الله. وين اثار ذكر الله الظاهره لأريك اثار ذكر الله الحقيقيه؟ فاذا كان اثار ذكر الله الظاهره غير موجوده، أنا أن آتيك بذكر الله الحقيقي. أحد السجان مصدوم، قال: اللهم إن كان سجني بحق فاصنع بي ما تريد، وإن كنت مظلوما فلا أقبل سواك ينقذني من الظلم. السجان أخذ المفتاح بده يفتح السجن الفلاني، أم طلع غلطان فتح السجن اللي مو هو المقصود. قال له: أنا عم بفتح السجن فاضي، أنت ليش قاعد هون؟ قوم طلع برا، سر لك الطريق لبرا. قال:
طلع من السجن راح على بيته. هلا بدور علي ولا يبعثوا ورائي؟ انا هو فتح لي وقال لي اطلع شو اعمل؟ ما لي علاقه انا. شهر شهرين سنه اربع سنين خمس سنين ما حدا قال له وين رايح. ضاعت الاضباره تبعه وخرج من السجن لانه مظلوم. شلون صار؟ في حدا منكم كان بسجن طلع من السجن؟ في حدا؟ كنت مسجون في بطن أمك، ما صدقت انت طلعت من السجن. كنت جوا ما بتعرف الا الذي اوجدك، لما طلعت لبرا ليش صرت تعرف غيره ونسيته؟ ما بعرف بحكي غلط انا؟ قصص خياليه بحكي لكم؟ فاعتبر حالك الآن أنت مسجون. شو بدي أسوي بالسجن؟ المسجون بيطلع بيده يشتغل شغلة؟ ملك السجن أحد الأشخاص قال الله تفضل علي وسجنت خمس سنوات ظلما، وهذا فضل الله علي. خمس سنوات سجنا، هذا فضل الله عليه. شو صار فيك؟ قال انا تفرغت لربي، حفظت كتاب الله في أربع سنوات وقرأت أربع كتب من كتب الحديث بالسجن، وخرجت من السجن عالم. دخلت جاهل وخرجت عالما، فالله تفضل علي بالسجن. انت احسن ما تقعد بالسجن، اسجون حالك نص ساعة بال 24 ساعة. قل انا اوقفت هذا الزمن لله، وان كان بيني وبينكم الله ما عود حدا منكم، والله غني عن العالمين. مين منكم يصلي لله يرفع اصبعته؟ كلمني مصلي. انا محافظ على صلاتي منذ كنت طفلا، بالاربع سنوات انا بصلي. صار عمري 17 سنة أنا بصلي، بلوغي كان بال15، بال17 أخذت الطريق. يوم هلي أخذت الطريق الصلاة اختلفت معي، اعتبرت السنتين صلاتي باطلة فيهن، قضيت السنتين وأنا مأديها. إذا جبناكم وحطيناكم بالميزان
مين منكم ما بيلحق راسه يصل على الأرض بيرفعه بالسجود؟ ثلاث تسبيحات، واحدة على النزلة، واحدة تحت، واحدة على الطلعة. مين منكم بيعتبر صلاته باطلة؟ هذه ثمرة من ثمرات ذكر الله تعالى. اعتبرت كل صلاتي باطلة. في بيناتكم شوفوا مرات ما بيلحق يحط راسه على الأرض بيموت، إيش صاير لك؟ مستعجل. انتبهوا شو عم بحكيها. مستعجل، عندي شغل، عندي مواعيد. إذا مواعيدك هل هي أعظم من الله عز وجل؟ أنت عم تناجي الله وأنت هربان. وين مواعيدك مع الله عز وجل؟ بيناتكم كم واحد بيطلع على المستوى؟ مين منكم حافظ التسبيحات؟ كم واحدة التسبيحات؟ أشيخ نايف تسبيحات في السجود كم واحدة؟ ثلاثة؟ أنا رح أمشي على كلام الشيخ نايف قال ثلاثة. قال على الباب في واحد، الطالعين بيقول له شو بدك خود؟ وراء تبع الألفينات محطوطين برا، شو بدك خود؟ تاخذ وحدين ما تنتين أو بتكمل كم شيء بتهرب؟ ما بعرف مثالي أنا مو صحيح. شو بتعمل؟ تعمل تأخذ واحدة وتمشي؟ ولا بتحاول تكترهم ما أمكنك؟ احكي بضميرك، بحقيقتك، لا تحكي بلسانك. حزم من مصاري محطوطة، خذ اللي بدك اياه، ما حدا بيقول لك شو عم تساوي. تقبل بوحده لما بتغمق، يا متخبي حفير وغمق. المال أغلى على قلبك أو الله؟ إذا المال أغلى على قلبك، من المال بتاخذ لترتوي، وقلبك ما بسأل عنه. وإذا قلبك أغلى عليك تشغل قلبك بذكر الله وعمره إن شاء الله ما يصفش. خليني أنا متأخر بالجامع وعاود اذكر الله، ما يسمع لي شيء بنوب، ما لي شيء، بس انا اذكر الله. لو تعرفوا انه في برا خدمه مصاري، كل واحد ياخذ على كيفه، تستنوا كل واحد ياخذ دوره؟ ولا بدنا بشو بعضكم ترموا بعضكم على الدرج مشان واحد ياخذ اكثر من غيره؟ لك يا ريت إذا أخذت 10 أو 20 ألف، لك يا ريت ينتفع بيهم. بسفل الدرج
في واحد معه ميزان الكهرباء بيعمل لك هيك شو معك مصاري بيطالعون. بتاخذ وتكتر مما تاخذ شيء. شو عم تحكي لنا ضوعتنا؟ لا 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 لا. انت دخلت على الدنيا فقير وبدك تطلع منها فقير، ما بتملك شيء. لا تهتم فيها، اهتم بالمشوار اللي بعدها. ما بعرف مثالي صحيح انا. فذكر الله اثاره بعد ما بتطلع من الباب تخلص من التفتيش. الفترة الطويلة اللي انت عايشة بها الحياة بتركض عن مصاري بس هاتوا مصاري وتبقى شحاد كل عمرك ولا يمكن تصير غني. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ساوي حمار وركبيه، ومن خدمني فاخدميه. أنا ما شفت عبد توجه إلى الله بكليته وبقي فقيرا إلا أن يغنيه الله من فضله. لكن تركض وراها وتنسى الله بتمشي حال كل عمرك ولا يمكن تحسن تعيش ولا شهر مرتاح، تبقى في تقلب الزمان. فأديش الإنسان أحمق جاهل لا يعي الذي يصرف وقته في الدنيا وللدنيا وينسى بأن الله الذي أوجده. أخي أنا بذكر الله، شلون بذكر الله؟ أنا رايح من هون لبيروت، أنا عم سوق سيارة، طول ما أنا سايق سيارة بقول الله 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 الله. هذا هو ذكر الله. هذا ذكر العوام. لكان شلون ذكر أهل العلم؟ أحط لكم مثال. أسوأ شيء في حياتك لما أنت بتفوت بقضاء الحاجة، قديش بتقعد جوا؟ بينقضى بالخمس دقائق، بالعشر دقائق، والأكلات حتى تاكلون قديش بدهم زمان؟ امبارح قلنا له كيف بدنا نتعشى؟ ما صدقت خلصنا البشر من برا فت لجوا. قال ايه باقي 10 دقائق للعشاء تنحتوا الاكل. تعشينا وخلصنا بال10 دقائق، ديروا بالكم. نحن شي 10 اذا اكلنا. بال10 دقائق خلصنا اكل. مين منكم اكله بكفي ربع ساعة؟ يلي بكفي ربع ساعة للأكل يرفع لنا أصبعته. والله بدنا نصح على الأكل.
من الصعب تبنيها مشان 10 دقائق تروحون. هذا بفوت من تمك بيطلع من سفلك. في حدا ما مصاب فيها؟ احسن واحد فيكم طائف تحته شيخ قاسم بتعملها انت؟ في حدا منكم ما بيعملها؟ سؤوني طعموني بروحكم بسياق. ليش هي قد ما صرفنا عليها من الوقت معليش؟ اما عود اذكر الله 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 لتقطب في مار الله انوار الله تملا قلبك بنور الله. ليش هي الوقت صعب عليك تبذله من اجلها؟ حاسبوني على كل كلمة بحكيها إذا كانت بغير محلها. كل حرف بيطلع من تمي بغير محله حاسبوني عليه. وقالوا لي أسعد غير. أما إذا عم بحكي معكم بالأرقام يجب علينا الاقتداء. أربع سنوات أنا بحكي لكم عن ذكر الله. مين منكم عنده ذكر الله كل يوم ساعة يرفع أصبعته؟ بتضحكوا علي؟ بتضحكوا علي؟ 4 سنوات عم ننحت في ذكر الله، 2 بس اللي بذكروا الله. لازم اخذ على خاطري منكم ولا لا؟ مين منكم عنده نصف ساعة ثابتة لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ صيف، شتاء، خريف، ربيع، مرض، صحة، سفر، لا ينقطع عن نصف ساعة بذكر الله 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 الله. يلي عنده نصف ساعة بالأربع ساعة يرفع أصبعته. دكتور أنت ما لك من القائمة، أنت من برات القائمة، والتاني شرحه. اثنين رفعوا اصابعهم، واثنين تربوا بحياة شيخنا اطفال وتعرعروا بحياة شيخنا. اما انا عم دور مين انتاجي انا بذكر الله. منحبك منموت فيك بس بدنا اياك. إذا المرة واحدة جميلة حبة واحد وهام بها وإلا ما بقبل غيرك بديل. قالت له إذا أنا هيك لكان لو تشوف هديك شو بتقول؟ إيه أنا بطلع شحارة قدامها. التفت ليشوفها وقامت بزعت عليه. قلت له يا كذاب لو صدقت في حبنا لما التفت لغيرنا. مين منكم إذا قعد بده يذكر الله وطن الموبايل ما بيرد عليه؟ ما حدا رفع اصبعته؟ ما بحسين أنا ما بنعلم الديانة.
ومفاتيح المصلحة العمارة بطن، 5 طنات، 10 طنات، ما برد على حدا. أنا هلأ قاعد عم بقرأ كتاب الله، مين هو أغنى من كتاب الله؟ مين منكم بيخطر لباله هذا الخاطر؟ صار الموبايل أغلى من الله. قولي غلطان. ما بيحسن يطلع من البيت ليأمن عن الموبايل بجيبته. ما هيك يا شيخ توفيق؟ يوم من الأيام قد ما بطلع من البيت لتكون مسبحتي معي، ليكون مصحفي معي. حكوني بمنطق، إذا كلامي صحيح يردوا علي. تقديم الهوى على اسم الله. حكى لي واحد قال لي أنا بعرف أذكر الله، سبحان الله، كل ما بعرف أذكر الله تجيني مكالمات. بقطع الذكر مشان رد عن المكالمة. شو ساوي؟ تقول أنا بقول لك شو ساوي، بس عندك استعداد تسمع كلامي؟ قال لي ايه؟ قلت له بتطفي الموبايل. اذا كبست له كبسه طويله بنطفى، ما عاد يشعل حتى تعمل له كبسه طويله. اطفيه والحشو وقت بدك تعود تذكر الله. قال لي بركي حدا بده يعني. قلت له مين بدي إلا غير رفقاتك؟ انت طالب، لا عندك تجارة ولا عندك بيع ولا عندك شري، غير رفقاتك بدي لك مين فيه؟ قال والله رفقاتي. قلت له رفيقك ابليس، بدي اقول لك وقت ذكر الله لا يشغلك عن الله، فليكن الله اغلى من رفيقك. وقت بيقول لك رفيقك دعيت لك ما رديت، قل له اخي انا بعتذر، كنت والله عم اذكر الله. راح اعمل لكم مقارنه، مين منكم إذا فات لقضاء الحاجة فوت الموبايل معه؟ شايف ما حدا رفع أصبعته؟ اللي تفوت الموبايل معه يرفع لنا أصبعته. حكى لي واحد قال لي أنا بفوت على المرحاض فوت الموبايل معي. مرة عم برفع المنطر وين أوقع من الموبايل جوا. اللي طالعتهم من قلب النجاس وغسلتهم وتصلح وما تصلح. قلت تتعلم انه هذا مو محله. قلت له سبق انه اجاك تليفون وانت عم تغير الوضع. قال لي ايه برد عليهم. بجود الكلام أثناء قضاء الحاجة يا شيخ نايم؟ قديش هو هاوي هذا اللي يفوت على المرحاض الموبايل بجيبته مشان لحتى يحسن يرد على المكالمة هو جواه؟ تعملها دكتور محمد انت؟ ما بتعملها. دكتور عارف ما بيعملها كمان. أبو أحمد بتعملها؟ شيخ بشير الكامل ما بيساويها، اما الناقص بيساويها. انا عم بحكي لكم قصص مرت علي.
وسمعتها من أفواه الناس. مين منكم الله غالي عليه بآية عن كرسي في سبيل أن يكون الله علي راضي؟ منكم يعملها؟ تعملها شيخ قاسم؟ شيخ قاسم هذا بيعملها؟ تعملها أنت؟ الختائر بيعملوها؟ حدا منكم بيصدق إنه بلغت الأربعين وما حملت الموبايل؟ تعرف ليش يا دكتور محمد؟ جاهل يا مسكين ما بتعرف. وصلت 50 سنة وما حملت الموبايل. تعرف ليش شيخ نايم؟ ليه؟ مشان ما اشغل حالي؟ لا، وقت كان عمري 50 سنة ما كان في موبايل. والله ما بعد شو هذا الموبايل، بقى علي الباب أنا بيعرطوش. قال خذ الموبايل بعت لك يا الحجي. مرة ما رحت مشتغل. تعال تعرف تشغله؟ قال لي ايه، تعلمني شلون بشتغل. كان عمري 65 سنة. لحد هلا ما بعد بفتح الموبايل. اذا اجاني مكالمة برد عليها. لكن ممكن تجيني رسالة ما رد عليها، ممكن تجيني فتوى ما رد عليها، وإذا رديت على مكالمة كلمتين وأطاهون. مين اللي عم يحكيه؟ تعال عندي بحكي أنا وياك. السلام عليكم. خلاص. مين منكم يحسن يقلدني؟ شيخي لو تعرف، والله مرات إذننا بتجعنا نحن حاملين الموبايل. بصير معكم هيك شيء شيخ نايم؟ أغلى من الله. بتحداكم إذا ما كان أغلى من الله. تعال تفرغ لله، اذكر الله 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 نص ساعة ما بتحسن. الموبايل 3 ساعات ما عليه شيء، بتكير من واحد بيفتح الثاني. وإذا ما حدا دقل لك تاح شو شو فيه. حكى لي واحد من الشباب، قلت يا ابني ما بدك هالموبايل. قال لي شيخي الموبايل فيه ساسعة. دل عن التسعية بكثر له مرها تطلع ساسعة. قال لي لا، شو انت ما بتفتح الموبايل؟ والله انا ما بعرف. قال لي في ساسعة، يعني الواحد بيتسلى فيهم. إذا تسلى بالجمادات بيطلع له بعدين واحدة فيها حياة تاخد تعطيه وياه. جاني شخص من علية القوم،
اللي أنا خطبت وحدي ما بعرف صورتها، بسأل هي بتعرفك، حابب شوفها عندك. أعطاني اسمه وأرجاني صورته بالموبايل تبعه. عرفته مصلحتي لا تقتضي إلا ما بدك إياها، توكلها الله. هو من عدية القوم وهي من أدنى ما وجد حسب المستويات. راح المحكمة كتب الكتاب هو وياها، أخذها على البيت. زوجة والكتاب بالمحكمة، باتت على البيت، بيت مفروش. كان ساكن بالبيت هذا، نقل مرته وأولاده لبيت تاني، وهذا البيت واقف على أساس يبيعه. قال بسكن فيه من هو لحتى، قلت إن شاء الله بدك تسكنني على فرش مرتك هذيك. قال لي إيه؟ قلت لا، بجيب لي فرش لحالي. قال لي إيه؟ على رأسي. تفضل أصلا أنا وياك مشوار. طلع هو وياه بالسيارة، قال له وين بتحبي تروحي؟ قلت له أنا معك. قال له لا، أنت طالق، وين بدك لوصلك؟ شو صار؟ قال له ولا كلمة. نعدك أبطي المعجل والمؤجل، مع السلامة، لا ترجيني وشيك. رجع حكالي، قلت له شلون تعرفت عليها؟ قال لي والله عن طريق الموبايل، اجتني صورتها على الموبايل. إيه شفت ملكة جمال لما قامت على راسها قدامي بالبيت، لقيت عبدي سودا. وبعدين احترت شلون بدي املص، وام هي قالت لي انا ما بنام على فرش مرتك هذيك. طلعت برات بيت صرفتها. عم يعمل علاقات الموبايل، بيخرب بيوت عامره. العاقل ما بيخلي ابنه يحمل موبايل. ليش؟ شو التجاره اللي عندك؟ شو العمل اللي عندك؟ ابن 7 سنين 8 سنين بده موبايل، وتبعده ما بيكفي، من شان دروسه بده واحد يكون فيه انترنت. مطرح ما بده يروح لازم يكون فيه انترنت. تسمحونا بالانترنت عندكم؟ انا بيجي لعندي ناس يسألوني، بقول والله انا ما بعرف شلون. اعطوني رقم الانترنت، حطيت بروح حطيت بجيبي، ما لي حافظه ولا حاولت احفظه ولا حاولت اعرفه. مين ما سألني بقول والله ما بعرف الرقم قديش. شلون انت عم تعمله؟ وانا بالبيت بيفتحوا، وانا بعرف كم زرار ترميك، ما بعرف. ولا بعطي لأحد. واحذروا ما واحد يدخل إنسان تاني على خطه. وإذا دخل على خطك إنسان تاني غير الرقم. بيعمل مشاكل تعدى أنت.
واحد أخذوه من بيته لا بعلمه ولا بخبره، هذاك ضيف جال عنده قال له بدي ذئ مكالمة عطيني الانترنت، عطاه الانترنت وأما غير الانترنت بعد ما راح ما غير الرقم، تم الرقم استعمل وهذاك الزلمة بمصلحته انترنت مو إلي، صار يحكي من فوق ومن تحت، لقطوا المكالمة جابوه حطوا مين اللي الانترنت باسمه، احذروا ذكر الله علمني يكون واعي، علمني يكون فهيم، علمني يكون مفتح عيوني، ما حدا يعلم علي. أي من الحياة يلي وصلني لهون أنا ذكر الله، يلي خلاني أقعد على الكرسي وتبجح بيناتكم وانت بيخ، هو ذكر الله. تتوقع أنه هذا مقام سهل، تقعد على الكرسي وتتحدث للناس والناس يسمعوا لك، عوام الناس وعلماء الناس، عالم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، علماء عم يسمعوني على جهلي، لأني أنا حاولت أني أذكر الله، ومن ذكر الله خاليا وصل إلى خيري الدنيا والآخرة. أنا فقير شيخ بشير، شيخ نايف أنا فقير، أبو أحمد أنا فقير، كن مع الله ترى الله معك، هذا من كلام، ترى الله بعظمته وكبريائه وجلاله وقدرته معك حيث كنت. كن مع الله ولا تبالي بسواه، ولا تنم إلا خالي البال، خالي البال. في واحد منكم معه موبايل وينام خالي البال؟ شو شغل هاي؟ إذا ما استفدت شيء من الموبايل ولا أعطيت رقمك لحدا، بكفي تطلع على الأخبار يلي بتهز البدن. طن التليفون عندي الساعة 2 بالليل، نعم، قال والله لهلا ما احسن تنام، فبدي تدعيني اني احسن نام. قلت لي شو المشكله اللي شغلت لك فكرك؟ قال انا عم بطلع على نشرة الاخبار، شفت اخبار ما سرتني، ما عاد احسن تنام. بقى انا بدي لاوي، تلاقي الاخبار مثل بيضاتك، مره بتعليهم مخفوقين، ومره بتعلي الصفار لحاله والبياض لحاله، ومره بتسلقهم سلع، ومره بتعملهم مفركه. هاي الاخبار مثل بيضات بتروح وبتجي، لا تفكر فيها. إيه ما من خيرتك ما بتنام، وبعت لي اياها لعندي،
بعد اسبوع لي والله انا لما حكيت معي رحت نمت بردومين وصبح ما خلته ينام. الاخبار شو فايده الاخبار؟ انا راح احكي لكم الاخبار. شو اليوم؟ سبت. بكره الاحد بده يطلع رعد. التنين بده يصير زلازل. البيوت كلها العتيقه بدها تهبط. فديروا بالكم على حالكم. والله بيوتنا عتيقه بدنا نساوي حالنا. وين بدنا نروح بحالنا؟ وين بدنا ننقل من بيت لبيت؟ لك يلا خلينا نموت وخلصت مسألة. بيجي التنين ما بيصير شيء. ثلاثة ما بصير شيء، الأربعة ما بصير شيء، الخميس هيك الأخبار؟ لا حتى أسمع أنا. يوقعني بالخوف والهلع. مشان إيه؟ بلاها. الله متفضل علي ما بسمع ولا خبر. بيجي واحد بيقول لي في موضوع كيف كيف، الله يرضى عليك. أنا هربان من الأخبار، عيفوني. خلي الأخبار إلك. أحد الخطباء حكى لي عنه، أحد المسؤولين بالمنطقة قال لي الخطبة تبعه شو بيشوف بالتلفزيون بيحكي لنا على المنبر. ما أنا كل وقت بروح على التلفزيون. ما بيحفظ الافلام حفظ، بيحكي عن المنبر ونشرت اخبار عن المنبر. احد المسؤولين ما بده يظهر حاله، قال لي انت الله يخليك احكي له. لك هذا عم شو بعد التلفزيون انا خليه يمسك كوانه ثانيه. جيت حكيت له وقام طلع خلقه علي وعيط وترتاح. قلت له عمرك ان شاء الله ما تسمع، خليك على ما انت عليه وبكره رح نقلعك ونجيب غيرك. ثاني جمعة خطب، ثالث جمعة الاوقاف قلتلهم على السلامة. اجا عن دخيلك، قلت له لما حكيتك صرت ابضى يتبدلني. انا هلا ما رح ارد عليك لانه ما بترجع انت عن عادتك. لو تقرا كتاب حديث تحكي بالحديث تحكي بالقران انا برجعك، لك عم تحكي لي قصص تلفزيون ما بحاول رجعك. واللي بدك يا سو؟ قال له للناس هذا الشيخ صاحب الدين قلعني. الله ما بينام. أنا ذكرته تذكير لما تعالى أم الله نزل ولروح. هو خطيب في قرية ما بيعرف غير قصص التلفزيون. يعني ما تفكروا بس أنتوا في ناس عاملين حالهم مشايخ وما بيذكروا الله. انت قديش عندك برنامج ذكر يومي؟ نص ساعة. شيخ توفيق نص ساعة. طباخ قديش عندك؟ ما في نص ساعة، ما أقل ما أكثر. يا شيخي والله خليها مستورة، والله بمر علي 15 يوم ما بمسك المسبحة. الشيخ قاسم ما بكفي لا نص ساعة ولا ساعة. الشيخ نايف يعني شلون؟ في نص ساعة كل يوم؟ ساعة نيالك.
شيخ بشير قديش؟ أبو أحمد قديش؟ ساعة. أنا بالنهار ما بشكر الله، كل النهار مشوم مع البشر، لكن مرات بعد بذكر الله قبل ما انام، مرات بنام بكيف في ساعة تنتين ما بذكر الله، صلي تهجدي ما بذكر الله، بالنهار ما بحسن، بتعب من برا بتفوت لجوا، ما بلحق اقعد جماعة بدنياك، رد اطلع وصلت لعجز كمان فوتة وطلع صار صعب علي، وما بعرف امتى بدي انتهي من الحياة سلب او ايجاب. دكتور تتوقع لي ان يوم من الايام ما يصفى فيه ولا مرض وانا على قيد الحياة؟ السيارة ما تعتقد بتهرهر، وقد ما صلحت فيها تم هرهرة، ما هيك يا حكيم؟ ختيرنا وهرهرنا، ما في أعظم دواء بهذا المرض القبر، ما تحس شيء، وهنيك تتغطى وبتنستر أعمالك وأخلاقك وبتنكشف بهنيك، هون ما حدا بيعرف، ما بيعرفوا هنيك، بتنكشف أسرارك وأخلاقك، إن كنت أبضاي خلص حالك هنيك، إلا إذا في حدا مكون نافذ من هنيك، يلي نافذ ربعنا أصبعته نافذ شيخ بشير مضى، شيخ قاسم نافذ انت، انا رح ادلكم على طريق تنفذوا منه. قال سألوا البدوي، البدوي سأل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله من سيحاسبنا غدا؟ قال الله، قال إذا انفذنا، قالوا على ايش انفذنا؟ قال أما علمت يا رسول الله أن الكريم إذا قدر عفا؟ فأنا رايح بفقري وذلي وهواني داخل على كرمه وفضله وعطائه وأحساني، شو رأيكم؟ نافذ ولا ماني نافذ؟ وهذا أنا لقيته أسلم طريق، ما في كواع، طريق حربي مباشر، كن مع الله ترى الله معك، أنا هذا أسلم طريق، واللي بيتوبع كثير بالدنيا يبقى عبد الدنيا، وعبد الدنيا ذليل لها، ما بصير عبد الله إلا إذا كان طلع من هذيك البوتقة وترك الأنا وتوجه إلى الله، ممكن يصل ولو بلحظات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. اليوم قرأنا العنوان، ما حكينا لكم شيء بالكتاب، شرح العنوان اليوم كان، درس القادم بدنا نعيده إذا شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله لا إله إيه؟
سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه تهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله، ألسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله.